الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من تبع وكل تابع لنهجهم واقتفى وعلى آله والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الإرث الفضائية، أحييكم أينما كنتم وأحييكم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج الفتوى المباشر، برنامج زدني علما. ولازلنا وإياكم أيها الأحباب في حلقات هذا البرنامج، والذي يأتي في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام وعلى القيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون تغانم أوقات وساعات ولحظات هذا الشهر المبارك. وحيث أن تغانم اللحظات والعبادات إنما تقوم على بصيرة وعلى علم، في هذا البرنامج نتيح لكم نافذة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يتعلق بأمور الحياة وفي الجانب الفقهي بالتحديد، لأنه مناط، وهو مناط التكليف ومناط العبادة عليه. ويتم عرض تلكم الأسئلة على أهل العلم الذين أخذوا هذا العلم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية كل حلقة نناقش إياكم بعضا من أهم المواضيع المتصلة بحياة المسلم في يومياته المختلفة والمتعددة. وفي هذه الحلقة نناقش إياكم ونحن في شهر رمضان المبارك القرآن الكريم والطريقة السليمة لقراءته، وكيف للمسلم أن يكون ممن قرأ هذا القرآن في هذا الشهر المبارك على الوجه الصحيح الذي أراده الحق منه سبحانه وتعالى. اسمحوا لي باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيف الحلقة والبرنامج فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن صميط، وهو خريج الأزهر الشريف ومدرس الفقه والعلوم الشرعية بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم. شيخ محمد حياكم الله، وأهلا ومرحبا مرة أخرى في زدني علما. لا شك أنه رمضان كما ذكرتم في الحلقة الماضية والتي قبلها، رمضان مميز وشهر يمتاز بالكثير من الخصائص، وإذا ذكر رمضان يذكر القرآن، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وغالبا إنما يذكر رمضان يذكر متصلا بتلاوة القرآن والحرص عليه والزيادة من ذكره والتدبر عند قراءته، وإشغال الوقت بأكبر قدر ممكن من قراءة القرآن وختم أكبر قدر عدد من الأجزاء والمصاحف حتى فيه. والقراءة لا شك أنها مختلفة من شخص إلى آخر، والقراءة لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد منا نمط محدد في القراءة وأسلوب صحيح في القراءة، لأن القرآن ليس كلاما عادي وليس كتاب ممكن الشخص أن يقرأه بأي طريقة. ولذلك نحن في هذه الحلقة سيدي، ونحن في شهر رمضان، نريد أن نسلط الضوء في بداية هذه الحلقة عن الطريقة الصحيحة والسليمة لقراءة القرآن، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما تفضلتم، رمضان شهر القرآن، والآية واضحة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك الإمام الطبري وغيره، أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، نزل إلى السماء الدنيا في من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة هي ليلة القدر، وكانت في رمضان. لذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن، فكان نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. فهذه هذا الإنزال الأول، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث وحسب ما أسباب النزول التي جاءت. وأيضا شاء الله سبحانه وتعالى حتى في النزول المفرق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول نزول، وهو سورة اقرأ، أن تكون أيضا في رمضان، أن يكون نزول اقرأ أيضا في رمضان. فإذا ارتباط القرآن برمضان ارتباط وثيق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه سيدنا جبريل بالقرآن في شهر رمضان، ما
معارضة خاصة يعارضهم أما أنزل المعارضة معنى المدارسة المدارسة نعم يدارسه القرآن في خصوصا في شهر رمضان وفي آخر سنة من سنين حياته صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين فاختيارهم لشهر رمضان لهذه المعارضة عن بقية الأشهر يدل على ارتباط القرآن برمضان وارتباط رمضان بالقرآن ارتباطا وثيقا بعد ذلك عندنا في سلف الأمة رضوان الله عليهم أيضا لاحظوا هذا الأمر فكانوا من أهم ما عباداتهم أو ما يحرصون عليه في رمضان هو قراءة القرآن فمن عهد الصحابة ومن بعدهم وإن كان في رمضان وغيره ولكن أيضا كثير منهم كانوا في رمضان يعتنون باعتناء خاصا من الصحابة من كان يختم القرآن في ليلة واحدة من التابعين كذلك وجد من يختم في ليلتين وتابع التابعين الإمام الشافعي ورد عنه أنه في رمضان خاصة كان يختم 60 ختمة ختمة بالليل وختمة بالنهار هذه مخصوصة بشهر رمضان فكانوا يزيدون ويجدون ويجتهدون أكثر في رمضان وهكذا تتابعوا سلف الأمة في الإكثار من قراءة القرآن خصوصا في رمضان هو المؤمن لابد أن يكون طول السنة على علاقة بالقرآن صحيح. على طول السنة حتى لا يكون ممن هجر القرآن فلا يدخل في الوعيد الوارد في من هجر القرآن ولكن أيضا في رمضان يجب أن يكون له زيادة اعتناء وزيادة علاقة وزيادة اتصال بهذا الكتاب المنزل الذي اختار الله له هذا الشهر ليكون أول إنزال له جملة واحدة وأول نزول مفرق كما ذكرنا فيزيد الإنسان فيه من قراءة القرآن القراءة المطلوبة من المسلم عموما لابد أن يحرص مع القراءة مع إحسان ألفاظ القراءة إن كان هو متقنا للقراءة انتهى الأمر إن كان غير متقن للقراءة يحتاج أنه يكون مثلا أحد يراقبه يجعل أحد يلاحظه في قراءة القرآن فربما الإنسان يعني يقرأ وحده فيخطئ أخطاء كثيرة في كتاب الله وهو لا يعلم وهو لا يدري فيكون من يصحح له قراءته يطلب من أحد من متقنين في القراءة أن يصحح ألفاظه ويصحح ما يستطيع من أدائه حتى يكون أداؤه على الوجه الأمثل ومع هذا مع إحسان التلاوة أو إحسان القراءة أيضا يكون في إحسان الاستماع بالقلب أن يكون قلبه يستمع لما يتكلم تتكلم به لسانه فيحرص على أن يكون قلبه مصغي للسانه فهنا قد يعني الإنسان قد يكون في الأمر يعني يقرأ القرآن قراءة عابرة بحيث قد أحيانا لا يفكر حتى في ماذا يقرأ أو لا يتدبر ماذا يقرأ ربما يفكر في شيء آخر فعينه تنظر ولسانه يقرأ وقلبه غافل تماما لا يدري أين أي ماذا يقرأ وماذا قرأ وماذا يخاطبه به الحق سبحانه وتعالى فهذا كله أيضا من الأمور التي تضعف صلة الإنسان بالقرآن وإن كان خير من الذي يهجر القرآن بالكلية ما نقول أن هذا يعني نقول نعم خطوة الآن بدأت لك علاقة بالقرآن وتقرأ في كتاب الله ولكن أيضا يجب أن يكون لك استماع لكتاب الله تستمع بقلبك ما يكفي أنه رفع صوته أو غير ذلك أيضا تستمع بقلبك ماذا تقرأ ماذا تقول بماذا يخاطبك الله سبحانه وتعالى فكان يقولون إذا سمعت الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قال أصخي سمعك فانظر ماذا يخاطبك الحق به الله يخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا أنت منهم استمع ما بماذا يناديك الله وماذا يطلب منك وماذا يريد منك الحق سبحانه وتعالى فهكذا يكون الإصغاء الإحسان في القراءة والإحسان في الإصغاء بالقلب الإحسان في الإصغاء بالقلب وكما ذكرنا أيضا في الملاحظة في ليلة البارحة أن أيضا القراءة الصامتة هذه في لا تحسب من التلاوة القراءة الصامتة لا تحسب من التلاوة يجب أن يتلفظ بلسانه
وأن يسمع أقل شيء يسمع نفسه حتى تعتبر قراءة معتبرة. حتى تعتبر قراءة معتبرة. أسأل الله عليكم. وكما ذكرتم يعني إذا كان المؤمن يقرأ القرآن في غير رمضان فينبغي كذلك أن تكون قراءة رمضان مختلفة، لأن رمضان أيضا يعني شهر مختلف، يحتاج إلى أن كما ذكرتم يزيد من الخشوع والتدبر، ولو حتى أن يتكلف، وذلك حتى يصبح يعني عنده طبيعة إن شاء الله يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه. ونخرج في فاصل محمد. أعزائي المشاهدين، أذهب إليكم في فاصل قصير، وفي هذا الفاصل تتابعون جملة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي يحث فيها على قراءة القرآن، ويذكر مراتب من قرأ القرآن ومن الله عز وجل عليه بأن يكون من أهل القرآن وخاصته. نواصل بعد الفاصل إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. أعزائي المشاهدين، أجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم المباشر برنامج الفتوى زدني علما، وفي هذه الفقرة من البرنامج أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر تطبيق الواتساب، والأرقام تظهر تباعا أسفل الشاشة. فضيلة الشيخ، في سؤال متصل بما تكلمنا عليه من أول الحلقة، أخي علي وعلاء عبد الله من اليمن يقول في السؤال الأول كيف يمكن للإنسان الفهم لآيات القرآن وأخذ العبرة منها إضافة إلى ما ذكرتموه في بداية الحلقة؟ طبعا الخطوة الأولى كما ذكرنا الاستماع، أن يستمع بقلبه. هذه الخطوة الأولى، فإذا استمع بقلبه بعد ذلك يبدأ يتفهم ماذا يقول وماذا، فهذه العقبة الأولى، هذه أن يتعود أنه إذا قرأ القرآن أن يكون قلبه مصغيا لما يقرأ، مصغيا لما يقرأ. فإذا تمرن على هذا الأمر وتعود عليه فبعد ذلك تنفتح له مجالات أخرى يفتحها الله الحق سبحانه وتعالى، يستعين مثلا ببعض تفسير كلمات القرآن، بعض الكلمات في بعض الأمور التي لا يفهمها، لكن يحرص أولا على الخطوة الأولى هذه، أن يكون عندما يقرأ يكون قلبه يستمع لما يقرأ، لا يستمع لما يقرأ ولا يكون غافل. فبعد ذلك أثناء القراءة طبعا يستعين ممكن كما ذكرنا بتفسير كلمات القرآن ونحوها من أجل أن يتفهم بعض الأمور، وأيضا الأمور التي غير واضحة يسأل عنها. نعم. يسأل عنها حتى لا يكون يفهم فهما مخالفا لي. وسبحان الله، نحن أحيانا كذلك نستعجل نقول لماذا نحن لا يكون لنا باب من التفكير في القرآن و التدبر العميق للآيات، ولكن كما ذكرتم يعني يبدأ الخطوة شيئا فشيئا. نعم، شيئا فشيئا يبدأ أول بالاستماع ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب أخرى. في السؤال الثاني يقول ما هو علاج الشعور بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وإرادة الوصول إليه؟ علاج الشعور بالبعد الحرص على التقرب إليه سبحانه وتعالى. يحرص الإنسان على التقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى. لم كما ورد في الحديث القدسي أفضل ما يتقرب بهم يتقربون، قال أداء ما افترضت عليه. أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
فأولا الحرص على أداء الفرائض التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ومع الحرص على أدائها بعد ذلك طبعا خطوة أخرى الحرص على إتقان أدائها. هناك الأداء ولكن هناك الإتقان في الأداء، الإتقان في الأداء، فيحرص على أداء الفرائض ويحرص على الإتقان في أداء الفرائض، ثم يحرص على ما تيسر له من النوافل حتى يقرب منه الحق سبحانه وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسأل الله التوفيق. آمين اللهم آمين. أخي قاسم من الشام يقول في سؤاله: هل إدخال شيء في الأذن أو الأنف صلب مثل قال ما ننشف وننظف به الأذن، هل هذا يؤدي إلى الفطر؟ طبعا عندنا العلماء قد حددوا ظاهر الأذن وباطنها، ظاهر الأنف وباطنه. فعندنا الأنف عندنا إلى الخيشوم، إلى الخيشوم، فإذا تجاوز ذلك يعتبر أنه قد دخل إلى 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 باطن الجوف فيبطل به صومه، ولكن الذي يكثر هو الأذن. الأذن فظاهر الأذن قد ذكر العلماء ما يصل إليه الخنصر، ما يصل إليه الخنصر، فهذا هو ظاهر الأذن، وما بعد ذلك يعتبر من الباطن. فاستعمال أعواد تنظيف الأذن هذه يجب أن يحرص عليه في أن ينتبه منها في نهار رمضان، عرفنا، فحتى لا يتجاوز بها الموضع المطلوب فيفطر بذلك، فيتجنب أعواد التنظيف الأعواد هذه إلا إذا كان في ظاهر الأذن، ينظف في ظاهر الأذن لا بأس. فما يصل إليه الإصبع الخنصر إذا أدخل خنصره داخل الأذن هذا ظاهر، وما تجاوز ذلك يعتبر باطن. طبعا هذا على بناء على قول الشافعية أن الأذن منفذ مفتوح، أن الأذن منفذ مفتوح. بعض العلماء يرون أن الأذن ليست منفذ مفتوح، فليس عندهم هذا الأمر، فلا مانع عندهم من إدخال العود ولو في نهار رمضان. والاحتياط لا يخفى، يحتاط الإنسان فيكون حتى يكون صومه على صحيحا على جميع المذاهب. نعم قد يضطر بعضهم إذا كان مثلا عنده ألم أو وجع ويحتاج وضع قطرة في الأذن لا يستطيع تأخيرها، هذا نقول نعم يأخذ بقول من قال أن الأذن ليست منفذ مفتوح. ولكن إذا كان الأمر في الأمور الاعتيادية فنقول الحرص على الاحتياط هو الأولى. نعم جزاكم الله خير. أيضا أحد الأخوة يقول في سؤاله، يتساءل، قال: ما حكم من سمع النداء الأخير وقت السحور والإناء قال في يده يعني يشرب، قال هل يواصل الشرب أم يمتنع ويتوقف عليه؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى، نعم. نبين ضابط الإمساك كما قرره طبعا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذكر الله أن رخصة الأكل والطعام والشراب إلى طلوع الفجر، فإذا ثبت طلوع الفجر بالرؤية أو بالأذان فيجب على من يأكل حتى لو كان هناك لقمة في فمه أن يخرجها ويلقيها، لا يأكلها، وينظف فمه في الحال، عرفنا، ولا يبلع شيء من أثار الطعام أو الشراب الذي في فيه، وإلا ما صح صومه. فهذا الذي رخص الله سبحانه وتعالى علينا الالتزام به، وهذا هو معنى الصيام في الإمساك من جميع المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عرفنا. فإذا تيقن دخول الفجر بالرؤية أو بالأذان الثقة فيجب على الصائم أن يتوقف في الحال عن جميع المفترات، وإذا كان شيئا حتى ولو ما هو في يده ولو كان حتى في فمه فيجب عليه أن يخرجه ولا يبلعه. وطبعا كما أشرتم سنة الإمساك هذه أمر مهم، كما ورد في الصحيح أن الصحابي الذي قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، يعني ربع ساعة، ثلث ساعة نحوها. فيحرص الإنسان على سنة الإمساك. نعم في الحديث أنه لا يزال تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، ولكن ذكر العلماء أن تأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، عرفنا. فإن كان يقع في الشك لا يسن له التأخير الآن، فنقول له الآن الجداول مضبوطة ومعروفة، فقبل الأذان بثلث ساعة ربع ساعة خلاص يتوقف الإنسان امتثالا لسنة الإمساك.
لسنة الإمساك التي ذكرها الصحابي وهي قدر 50 آية، قراءة 50 آية بالقراءة المعتدلة. والبعض يقول أنه أيضا عندما يؤذن الفجر فإنما يعني قد دخل الوقت، الأذان يكون بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت، نعم صحيح. فمن يعني كان يعني جاء الأذان وهو فيه شيء كما قد ذكرنا يكون حتى يعني قد دخل في أكل بعد دخول الوقت، كما ذكرنا أنه العبرة طبعا بحقيقة دخول له حقيقة دخول الوقت. فإذا تيقن ذلك وجب عليه له وجب عليه الإمساك في الحال، وجب عليه الإمساك في الحال. نعم جزاكم الله خير. أبو محمد يقول في سؤالين، السؤال الأول يقول ما حكم صلاة الأطفال في المسجد مع المصلين في صفوف الكبار وهم لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون أهمية المسجد ولا احترامه؟ طبعا هذا من المشاكل المنتشرة للأسف في مساجدنا. يعني أولا الطفل الذي الغير المميز الذي لا يحسن الصلاة أو الذي يخاف منه أن ينجس المسجد، هذا لا ما يمكن يأتيه الإنسان إلى المسجد. ما تأتيه المسجد لماذا؟ يعني ما فائدة اتيانك به إلى المسجد إذا كان لا يحسن الصلاة؟ بل إذا كان تخاف أن ينجس المسجد يحرم عليك إدخاله إلى المسجد. إذا يخاف أن الطفل أنه ينجس المسجد لا يستطيع أن يمسك نفسه من النجاسات، فهذا ليحرم عليك إدخاله إلى إلى المسجد. وإذا كان لا يخاف إدخال أنه من أنه ينجس المسجد أو يلوثه أو نحو ذلك، فإذا كان غير محسن للصلاة فإتيانك به إلى المسجد عبث. صحيح. إتيانك به إلى المسجد عبث. إن كان محسنا للصلاة يعرف الصلاة يؤديها بشروطها بأركانها بتجنب مبطلاتها متقنا لها، فهذا لا بأس تأخذه معك إلى المسجد ويستوي في الصفوف. وأما إذا كان غير ذلك يعني إتيانك به عبث، لأنه إما أنه يقطع الصفوف يكون في الصف ويقطع الصفوف، وإما أنه يشغل الناس أو يلعب في المسجد أو غير ذلك من الأمور. فكل ذلك لا ما دام أنه لا وليس هناك فائدة من هذا الأمر فلا لا يأتي إلى المسجد. نعم. إذا أحسن الصلاة وأتقن الصلاة وعرف يؤدي الصلاة بما بشروطها وواجباتها فلا بس، هذا خلوه يأتي إلى المسجد. يقول في سؤال الثاني وهل فعل كل مكروه في صلاة الجماعة تفوت فضيلة الجماعة؟ هذا معتمد عندنا عند الشافعية أن كل مكروه ورد مكروه خاص متعلق بالجماعة. نعم. مكروه متعلق بالجماعة ليس مكروه في الصلاة وإنما مكروه في الجماعة. الجماعة ما نصب على كراهته في باب الجماعة فهذا يقال يفوت فضيلة الجماعة. فضيلة الجماعة. البعض أيضا ناقش هذا الأمر وأنه يعني الفضيلة هذه غيبية عند الله سبحانه وتعالى، وكيف يعني يحكم الإنسان أنه تفوت له بفوات الفضيلة. ولكن عموما حتى إذا قلنا حصل الفضيلة لكن كونه في كراهة الجماعة لن تكون الفضيلة مثل فضيلة الذي أدى الأمر وتجنب له تجنب المكروهات. معروف المكروه تعريفه في يثاب تاركه امتثالا فيكون بهذا البناء. أخي عبد الرحمن من المغرب يقول في سؤاله عند الاغتسال من الجنابة ما هي طريقة الاغتسال؟ يقول يعني هل هناك يجب أن يبدأ مثلا بغسل النصف الأيمن أو ثم بعد ذلك غسل النصف الأيسر من الجسد، أم أن هناك طريقة أخرى لغسل الجنابة؟ كما ورد كان عليه الصلاة والسلام أولا يبدأ يحث على رأسه الماء ثم بعد ذلك على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. هذا طبعا من باب السنة. المطلوب هو تعميم البدن بالماء بالنية، ينوي ويعمم بدنه بالماء. ويزيد عند المالكية كما لأن الأخ من المغرب ربما يكون مالكي، يزيد عند المالكية ضرورة الدلك، اشتراطهم عندهم الدلك، فيمر يده على ما يستطيع من بدنه إضافة إلى تعميم بدنه بالماء. نعم. الأخت نهاء أيضا من ليبيا تقول في سؤالها تقدم رجل إلى فتاة للزواج وكان به مرض وراثي، قالت فهل لها أن ترفض الزواج به؟ طبعا عندنا يعني ما يعني يختلف الأمراض التي يعني قد تلحق بها يعني هلاكا أو نحو ذلك من الأمور، كما نص العلماء على الجذام وعلى البرص ونحوها من هذه الأمور وما يقاس عليها. فإذا كان بهذه المثابة فإنه لا حق
أن 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 أيوه أن تطلب له، أن تطلب الفسخ له، فسخ النكاح أو نحو ذلك. إن كان ليس بهذه المثابة، ليس بهذه المثابة، مرض وراثي ولكن لا يؤدي إلى الهلاك مثل الجذام ومثل البرص ونحوه من هذه الأمور، فعند ذلك لها أن ليس لها أن ليس لها المطالبة بالفسخ. وربما تكون هناك فروع عند المذاهب، يعني يحتاج إلى أن الأخت من ليبيا ربما يكون عند تفصيل عند المالكية مخالف لهذا، يحتاج إلى التأكد من في هذا الأمر. نعم، أختم بأسئلة أخي محمد العمودي، يقول في سؤاله: ما حكم الذي يحمل، وهو سؤال يتكرر دائما، أتمنى تختصره في شيخ، حكم الذي يحمل المصحف وهو بدون وضوء، خصوصا الآن في رمضان يريد أن يقرأ ويريد أن يتوضأ؟ لازم هذا لا يمسه إلا المطهرون، هذا من لوازم قراءة القرآن، إذا إما أنه يحفظ وإما أنه يتوضأ ويمس على طهر، يعني عليه الإثم عليه طبعا، لا يمسه إلا المطهرون. أيضا يقول: هل يجوز حرق المصاحف القديمة إذا كانت تالفة لا يمكن صيانتها؟ لا يمكن صيانتها وخلاص تتفتت، يعني ما لا يمكن أن ترمم، إذا لم لا يمكن أن ترمم ولا يمكن صيانتها أو ترميمها، فتحرق في مكان نظيف ويدفن الرماد ويدفن رمادها. وأختم بسؤاله، يقول: ما حكم الذي يحلف يمين على أي شيء دائما يتلفظ باليمين؟ طبعا هذا مكروه، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فينبغي الإنسان أن يصون اسم الحق سبحانه وتعالى، فلا يجعله هكذا دائما. وإن كان يعني بعض عدو من لغو اليمين كلا والله بلا والله ونحو، ولكن لا ينبغي أن يعود نفسه ذلك حتى يعني يكون ممتثلا لأمر الآية. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على تكرمكم برد على أسئلة المشاهدين المتابعين. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يضع في هذه الحلقة البركة والنفع والقبول. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زدني علما. في نهايتها أتوجه بخالص شكري وتقديري لضيف الحلقة فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن صميت، وكذلك الشكر لإخواني من رافقنا من طاقم العمل، وكذلك الشكر لكم موصول أنتم أعزائي المشاهدين على طيب وكرم المتابعة، وإلى أن ألتقيكم في حلقتي يوم السبت إن شاء الله في مثل هذا الوقت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.